ليش الحقد صوته قوي والحب مش مسموع؟ صفحات العمر بتنطوي عحروف مليان دموع. ليش الحقد صوته قوي والحب مش مسموع؟ صفحات العمر بتنطوي احروف مليان دموع. لما تصير الدنيا صور ابطال قلوب من حجر، لما تصير الدنيا صور ابطال قلوب من حجر. ما بيبقى للوفا مطرح، كل ما نداوي الجرح بيفتح. يا حب ما بتجرح، ما بيكفي القلب موجوع. ما بيبقى للوفا مطرح، كل ما نداوي الجرح بيفتح. يا حب ما بقى تجرح، ما بيكفي القلب موجوع. الحب مثل الحر بتقاوم تتلاقي قلب، هيك الحب مثل الحر بتقاوم تتلاقي قلب. في قلوب عميها الطمع، في قلوب تتحمل وجع، في قلب عقد ما ركع. صفى العشق ممنوع، ما بيبالي الوفا مطرح، كل ما نداوي الجرح بيفتح. يا حب ما بيكفي القلب موجوع، ما بيبال الوفا مطرح، كل ما نداوي الجرح بيفتح. يا حقد ما بقى تجرح، ما بيكفي القلب موجوع. ما بيبقى للوفا مطرح، كل ما نداوي الجرح بيفتح. يا حقد ما بقى تجرح، ما بيكفي القلب موجوع. ما بيبال الوفا مطرح، كل ما نداوي الجرح بيفتح. يا حقد ما بقى تجرح، ما بيكفي القلب موجوع. طيب لكن يلا انا باخدك معي. ما بدي اعذبك، المحل قريب انا بروح. ما في عذاب، انت مش على السوبر ماركت رايحه؟ بلا ايه على طريقي يعني. يلا بس خلينا نطلع عند بابا شوي، سلم عليه ونمشي دغري. طيب يلا رح انترك هون. شو قولك؟ رح يجوا كل الأشخاص اللي رح يتبلغوا؟ رح يجي 90% منهم على القليلة. السياسيين والإعلاميين كتير بحبوا يظهروا بصورة المساعدات الاجتماعية. طيب وبرأيك جينان هيدا أفضل فكرة؟ أكيد روبي، أنت ما بدك حدا يعرف مضمون هالمؤتمر، وبدك نسبة حضور، وهيدي أفضل فكرة لنحقق الهدفين. طيب فإذا بلش حضر الدعوات؟ بلشت اليوم الصبح، بعدتهم قبل ما أجي، وبكرة ظهرية بروح بستلمهم. كتير منيح، لازم كل شيء يكون جاهز قبل 17 الشهر. أكيد كل شيء رح يكون جاهز، بدي إياك تكوني مرتاحة وثقي فيي، حاجك عتلانة هم. أنا وثقانة فيكي، بس ما فيك تلوميني أنا عتلانة هم لأنه خبرتك شو صار معي. ما عم لومك، بس بدي إياك تكوني مرتاحة، واصلين على حدث كتير كبير بحياتك، ولازم تكوني حاضرة. وأنا حاضرة، وهيدي لازم تكون الضربة القاضية. بدي أسألك، عرفتي شي من خبر عسل الأبيض عن بديه؟ لا ما عادت عرفت، بس على الأرجح وحسب تحليلي بديه هو اللي خبره. هيدا أكيد بيكون خاف ورجع عاد حساباته، قال لك هيدا خبر عاصي، هيك بفرجي إنه هو ندمان. إذا مش بديه معقول يكون حدا تاني؟ لا. أنت خبرتي حدا تاني شي؟ لا. هلأ أنا خبرت رفيقتي، بس انه
معقول تكون هي اللي وصلت لعاصي؟ شو؟ لا لا أكيد لا. صادرة رفيقتي الأنتيم، بعدين مش بس رفيقتي، صادرة مثل أختي، وما عندها وصول لعاصي أبدا. شو ما كان ما تقولي لها شي هالمرة. حتى لو قلت لها ما في خطر منها. أوكي مصدقتك، بس بفضل هالمرة يضل الموضوع بيني وبينك وبس. وشو يعني؟ هلأ ما في شي بيطمن؟ للأسف لا، واللي زاد طين بلي إنه ناصر انقتل كمان. وما في غير موسى الخوري يتهموه؟ ما في غير موسى الخوري عنده مبرر إنه ناصر يتصفى. كل شي بدل إنه ناصر كان مرافق وافي كتير لبيك، بالنهاية اعترف عليه، يعني أكيد بيك اعتبر خيانة. متريتا، أوقات حسك الشخص الغلط بالمكان الغلط. شو قصدك؟ قصدي إنه ما حسك كتير مهتمة تثبتي براءته لبيي. للصراحة من أول مرة اجتمعنا فيكي أخذت هذا الانطباع عنك. ساري بيك موكلة، أكيد بهمني إنه نربح القضية وطلعوا براءة، بس كمان حسب المعطيات اللي عندي لا في أنا عايشك بأوهام ولا عايش بأوهام. حسب خبرتي الطويلة بعتقد إنه البراءة حتكون صعبة، بس أنا متأملة إنه نقدر ناخد حكم مخفف. بس البابا ما اعترف. في إثباتات كتيرة ساري، واعترافه بطل كتير مهم هلأ. صدقني ساري أنا فهماني وجعك، بس أنا عندي ضمير وما بدي أملك بالمستحيل. عم بقلك الأشياء مثل ما هي عشان ما أطلع كذابة بالنهاية. خلص فهمت. يا ريت بتحكي مع بيك وبتقنعه يعترف، على القليل بيصير في شي بين إيدي نقدر ناخد حكم مخفف. يعني خلص أنت مقتنعة أنه بيي ورا كل هالجرائم كلها؟ للأسف إيه، يعني الحقيقة صارت واضحة قدامي وقدام التحقيق. فإذا أنا بدي أعتذر منك. على شو؟ على أني شكيت فيكي. إذا بيي مذنب لازم ياخد عقوبته. جرب احكي معه يمكن نقدر ناخد حكم مخفف. أنا ما بقى احكي معه ولا رح أقبل شوفه. ايه فريد هلا وصلت. أول ما خلص بخبرك شو صار. لا لا جيت شوف سجين اسمه عايدة ديب ورجع دغري. أوكي. سحر؟ عليا كيفك؟ شو عم تعملي هون؟ جيت زورك وجبت لي كم غرض. مرسي سحر، بس ما بستاهل، ما كان لازم تتعذبي بزيادة علي هالحبس المسدوتي فيه. أنا ما بستاهل شيء. أنا لازم موت. عليا ما تحكي هيك، أنت ما كنت عارف شو رح يصير. كله من وراي. هلا اللي راح راح. أنا جيت لخبرك إنه مسعود انكمش وصار بالحبس. قلت يمكن ما معك خبر. لا ما عرفت. على القليل مش وحدك رح تدفعي ثمن هالغلطة. بدي الله يسامحني بس ما يحاسبني من بعد أموت على هالعملة اللي عملتها. حسب ما فهمت من عاصي إنه يمكن ما تبقى أكثر من 5 سنين. ومسعود؟ بعد مش معروف. هو اعترف إنه هو اللي قنعك وهو كان منخرط أكثر منك بالموضوع. كيف يعني؟ الواضح إنك أنت ما كان عندك معلومات كتير، بس الغلط اللي عملتيه إنك فوتيهم على القصر. مسعود كان عنده معلومات أكثر منك بكتير. هو عطاهن السلم وهو كان سامع إنه حدا رح يتأذى بالقصر، ومع هيك ما خبر حدا. يعني هو مذنب أكثر منك بكتير. أنا ما كنت عارفة بشي من هودي أبداً أبداً. بعرف عليا. حابة أسألك سؤال. إيه سحر شو في؟ عليا لو عرفتي يلي مسعود معه خبره كنت خبرتي حدا؟ أكيد كنت خبرت. أنا ما بريد أزي لحدا من العيلة ولا لشخص منهم أبدا أبدا. بس ما كنت عارفة. قلت أنا أكتر شي بيعملوه إنه بيسرقوا شي. الله يسامحك يا عليا. كيفك ساري؟ منيح. حكتني المحامية وقالت لي شو حكيته. قصدك قالت لك انه ما بقى بدي اشوفه لبيي ولا اعرف عنه شيء. اوعى تعمل هيك ساري. روبي بيي طلع مجرم وانا لاخر لحظة عم بقنع حالي انه بريء. ما بقدر استوعب شو اللي عمله. كيف قدر يعمل هالعملة؟ ساري انت فيك تفكر وتعمل شو ما بدك، بس بالنهاية موسى بضله بيك. أنا رح أدفع لها أتعابها كاملة للمحامية، بس بيي
لا بدي زوره ولا بدي شوفه. يعني ساري بصراحة ما بعرف شو بدي أقلك. حقك، أنا وانصدمت بموسى، كيف أنت؟ روبي ما فيك تعرفي شعوري، لو قد ما جربتي ما فيك تعرفي شو عم حس. طيب ساري، بس إنه بيك ما ضروري يعرف شعورك. شو قصدك؟ قصدي إنه ما تحسسه إنك تخليت عنه، فيك تضلك تزوره من وقت للتاني. ليش؟ لأنه أنت صرت مدير هيدا الشركة، بس هيدا الشركة بعدها باسم بيك. شركة؟ ليش أنا بعد فرقانة معي هيدي الشركة؟ فرقانة معي شو بدي أقولك بعد عنه لبيي؟ أنت مش فرقانة معك، بس غيرك مبلا. في 200 عائلة ساري عايشين من ورا هيدي الشركة، ليه بدك تدفعهم الثمن؟ بعدين ساري بيك إذا عرف شعورك تجاهه ورأيك أكيد رح يسكر هيدي الشركة، لأنه رح يعتبر حاله خسر كل شيء، وهيدي الشركة ما لازم تتسكر. أنا وياك عم نشتغل عليها، وعندي مشاريع كتيرة للمستقبل، حرام كل شيء يروح هيك على الفاضي. شو بدك يعني اعمل؟ رجع احكي مع المحامية وقلها انه انت قلت هيدا الشيء هيك بلحظة تعصيب، ما بدنا اياها توصل لبيك. شو قلت؟ شو بدك يعني اضحك عليه لبيي؟ يا ساري بدي اياك تخبي شعورك وبس، انت انسان عندك اخلاق وعندك مبادئ، تقبل شيء كل هالعالم تتشرد بسببك؟ لا. ايه فإذا عرف شو الصح، عرف شو الصح ساري واعمله. يلا فريد وصل لعندك، خبرك شو صار. اوكي فريد، بدي سكر. سحر؟ عصام؟ شو عم تعمل هون؟ شغل. انا ضابط بالمعلومات. انت شو عم تعملي هون؟ انا كنت عم زور حدا هون ست بعرفها. هديني شو صغيري، قديه لي ما شفتك؟ من يوم العرس يمكن؟ كان لازم زورك وطمن عليكي. يلي صار معك منه هين ابدا. بس صدقيني يا سحر، نحن كمان كنا مقهورين ومصدومين. هو نقى هالطريق. هو انجرع هالطريق. انا بالنسبة لإلي الانسان عنده عقل يفكر وعنده حرية الاختيار. يعني مجبور يتحمل العواقب حتى لو انجبر على الغلط. معك حق. يمكن أنا عم برر له، بس راجي كان خيي الوحيد، ومن بعد ما مات صرت دايماً حس إني لحالي. وأنا كنت حاسة إني لحالي ولفترة طويلة، بس الحياة بدها تستمر. جوزتي؟ لا. ما حبيتي غيره؟ عصام أنا مشغولة، لازم فل، ما بقى فيني أتأخر. سحر، وين عم تشتغلي؟ بعتك بزيت المستشفى؟ لا، تركت المستشفى، عم بشتغل انفيرميير بريفي ببيت عائلة كتير مرتبة. موافقة، خليني ارجع شوفك اكيد اذا بدك. ان شاء الله بالاذن. اذنك معك. قول كلهم حركات. لا لا عاصي، لا أنا ما بوافقك. أكيد أكيد روبي عم بتحضر لك لشي. ما بقى فيها تعمل شي، هي مش بتقبل الخسارة، هيدا هي القصة. بس عاملة حالة قدامك إنه هي معجوقة وعم بتحضر لشي، بس ما بيطلع من أمرها بقى. وأساسا بينه وبين حالها عارفة هيدا الشي أكيد. ما بوافقك أبدا، لأنه لو بتشوفها قدام معجوقة ما بتقول هيك. مع أساس مش عم تحكي قدامك بقى. بركي بطلت توثق فيه مثلا. لو بطلت توثق فيك كانت قطشت لك اياها من زمان، ما رح تكون شاكة فيك وتركتك حواليها. انت صرنا ما قعدنا سوا.
شو بك عاصر؟ ولا شيء، بس عم بكون كثير مضغوط هالفترة وضلني معصبة ومتعبان. إنه قبل شوي ما كنت هيك، شو صار لك فجأة؟ ما عم بفهم. طيب مثل ما بدك، بس أنا بنصحك تنتبه كثير من روبي، لأنه أنا أكيد إنه عم تحضر لك لشيء. يلا بونوي. بونوي. كثير مبسوط انك جيت لعند اليوم روبي، حتى لو ما بدك تعترفي بهذا الشيء، بس انا حاسس انه كثير عم نتقرب من بعضنا. بلا معترفة، بس انا اليوم جاي خصوصي كرمال احكي معك بموضوع. موضوع؟ شو هو؟ بدي احكي عن عاصي الابيض. ساري، من بعد كل يلي صار مع بيك، أنا برأيي أنت ما لازم تسكت، لازم ترد اعتبار بيك وتاخذ له حقه. روبي، كل اللي صار مع بيي ما دخلوا فيه عاصي الأبيض، كان من إيده. بس أنت هلأ صرت تعرف كتير منيح شو الدوافع من ورا اللي عمله بيك. لو ما عاصي حركش فيه ما كان صار اللي صار. إذا هي تخلت عنه كان لازم ينسى أمره. شو استفاد هلأ؟ مش بس خسرها، خسر حاله كمان. بس ساري، هيدي تعتبر هزيمة لإلك كل حياتك، وهيك عاصي رح يضل حاسس حاله ربحان. روبي، أنا مقلب كل هاللعبة. أنت وريث الشرعي ساري، يعني أنت إذا ما فرضت هيبتك واحترامك على السوق رح تخسر. شركات المنافسة كلها هلأ محاوطة عاصي الأبيض، أنت لازم تضعفه، لازم تضعفه وتخفف له سلطته. روبي، أنا رح أشتغل لمصلحة الشركة وبس، وقت بحس انه حافوت باشياء ضد مبادئي رح ارجع من مطرح ما جيت. برافو عليك، برافو. وهيك عاصي بيكون اخذ اللي بده اياه. صدقيني روبي، انا ماني قاري عاصي الابيض. انا كل اللي عم بطمح له انه يكون انسان ناجح وعايش مبسوط، وما بهمني اي شيء تاني. يا ساري، فكر بيلي عم اقول لك اياه. ما تخلي تعب بيك وكل اللي عمله وكل اللي عانى منه يروح هيك على الفاضي. مفكر واخذ قراري بهذا الموضوع، وانا ما رح اخرب حياتي مثل ما عمل بيي. يا ساري، ما حدا عم يطلب منك هيك. موسى غلط بمحلات معينه، ايه تصرف بانفعال وسبب بضرر لعالم كمان، ايه، بس بمحل من المطارح هو معه حق. وهون المشكله بيني وبينك هلا روبي، اني انا بطلت شايف انه معه حق باي شيء. طيب خلص ساري، اعتبر ما معه حق، بس نحن ما فينا ننكر انه عاصي انسان وسخ، فارد رهبته على العالم ومخوفهم. ويعني؟ يعني نحن لازم نكسر هالشي ساري، لازم نضعفه ونخليه ياخد حجمه مش اكبر من حجمه. شركتنا روبي لازم تشتغل بطريقه نظيفه ومحترمه، وبكره بتشوفي صيتنا هو اللي رح يحكي عنا، وهيك عاصي الابيض رح يضعف مركزه بلا جميلتنا. للاسف ساري، مش هيك بتصير الاشياء ببلادنا. انت مفكر ما بيوصل الا الشاطر، بس هون ببلادنا ما في الا الوسخ بيوصل. معناتها كان معي حق من اول ما قلت لك انه هذا البلد مش لالي. يعني امور المزرعه كلها بخير؟ عظيم كميل، أي شيء بتعوزه بتحكيني لإلي دغري. إيه؟ يعطيك العافية. هاي. يا أهلاً. شو بين هون؟ طقس منيح الليلة، قلت بدخن سيجار برا، وكنت عم بحكي مع كميل المسؤول الجديد عن المزرعة. ماشي حاله؟ لا لا منيح. أنت ماشي حالي؟ أنا كثير منيحة. شو رأيك نشرب شيء؟ إذا درينك أكيد بشرب. أنت بتشرب درينك، أنا بركي بشرب شاي. إذا بدك تشرب الشاي حصير اضطر أشرب معك شاي.
وإذا بتشرب درينك بشرب معك درينك. لا خلص أنا بشرب معك. شو عبالك؟ اللي بتحبي. طيب رح أنا نقي. إن شاء الله يطلع ذوق منيح. لو اخذت عقلنا على السريع نيحة هاي خد عني رحت وجيت طلع معك مبيد انا ما بشرب الا مبيد هيدا وقتها بشرب يعني يلا امرنا لله بشرب معك مبيد شو؟ انتو هون؟ لا هونيك والله زبطت معك نكتة هلا ماشي الحال ليش كان في قبلها نكتة مش منيحة؟ هلا لغي في جواده؟ بس أكيد رح يرجع يوعى بعده ما بيسحب على الصبح وقت يوعى لكان عيطيلي بدي أرجع أشوفه مش رح تعزموني أقعد معكم؟ خليكي حد جواد لأنه ما بدي يوقع وما يلاقي حدا حده. بالإذن منك في حديث بدي أحكيه مع سحر. أكيد. بالإذن. هلا بتكون زعلت. إيه بكره بترضى. وين كنا؟ بس انت وشربيني كانك وحدة تانية ولا اخضر من هيك شو شربيني مصحصحة اكتر منك اكتر مني لالي كمان لا وقفي لكن لوين وقفي اعملي لي هيك تشوف شو بدي اعمل لك وقفي اعملي لي هيك بحبك عاص سحر انت قصدت ليلتي قاسي انت اكيد بتحبيني عاصي انا بعتذر بتعتذري على شو؟ لأنك بتحبيني أو لأنك قلتيها؟ عتني طيب وإذا بقول لك إنه ما بدي تعتذري على ولا وحدة منهم بتقبلي؟ سحر أنت من أول ما جيت لهون فلت بحياتي تغير كتير اشياء بحياتي وصار عندي شعور لإلك انا زمان ما حسيت فيه بس شو بس انا ما بدي اظلمك معي سحر أنا مرقت بأشياء كتير بعد اللي عم بمرق فيهم مركز على محل تاني كليا
وناسي حالي. قاسي أنا بعرف كل اللي صار معك وأنا حدك. سهر أنت من أول ما فتت حياتي وفتت معي مواقف صعب واحد يقفها مع أعز الناس لإله. ما لأنك صرت أكثر من أعز الناس. سهر أنا خايف أذيك. عسي أنت ما بتأذيني. أنا بعرف ظروفك وبعرف أنت بشو عم تمرق. أنا مش رح أطلب منك ولا شيء أنت ما بتقدر تعطيني. بس أنت بتستاهل أكثر بكثير من اللي قادر أعمله أنا. بس أنا مش طالبة هيك. أنا بس طالبة إنه قلبي يدق. وين اختي؟ فتشت عليها بالبيت كله ما كنت لاقيها. ظهرت. ظهرت؟ ايه ولوين راحت؟ شو ما عندها شغل؟ بلا بس وصلتني من خواجه جواد وقالت لي انه ما رح تتاخر. ايوه ما قالت لك لوين راحت؟ لا ما قالت لي. زينه سحر بنت طيبه ما في مثل نفسيتها واكيد انت كمان. كرمال هيك لازم تكونوا اخوه بكل معنى الكلمه. يعني كل وحده منكم لازم تنبسط للثانيه اذا صار معها شي حلو. ايه وشو معنيتو هالحكي كله هلا؟ ابدا ولا شيء بس عامل لك الاخوه كيف بيكونوا. شو؟ شايفتك كثير مرتاحه اليوم، شو الخبريه؟ ايه مرتاحه كثير، نايمه منيح وحلمانه احلام حلوه. أحلام عنوانا عاصي الأبيض؟ عنوانا دمار عاصي الأبيض. روبي أنت عشو بعدك متكلة؟ ما عم بفهم. قصدي إنه يلي كنتي عم تشتغلي عليه ما زبط. بديع هرب من عاصي وكل المدراء تضامنوا معه. شو بعدك متكلة تدمريه؟ خبريني. متكلة على حالي. على حالك؟ شو فيكي تعملي لحالك؟ في أعمل كتير أشياء ساندرا. إذا معي السلاح المناسب. شو روبي؟ سلاح؟ قصدي يعني بالمعنى المجازي. روبي ما تجننيني، خبريني شو عم بيصير، فهميني بشو عم بتفكري. هلا ما رح فيي أحكي شي ساندرا. كلهم كم يوم وبخبرك كل شي. وهالمرة خبريتي ما رح تكون ناقصة أبدا. ما عم بفهم، ليه ما بدك تخبريني هلا؟ قلت لك ليه؟ تتكمل الخبرية. بعدين أصلا هلا ما في شي مهم أقوله، بدي أنطر شوي. على القليل خبريني بشو عم بتفكري. ساندرا بشرفك قلت لك لا، ما فهمت عشو عم بتعلقي هيك. روبي انت بتعرفي قد ايه انا بخاف عليكي، بدي اعرف شو بدك تعملي تنصحك. هالمره غير، ما تخافي علي. ليه حسيتك روبي ما بقى توثقي فيي؟ هلا اجمالا الشخص ببطل يوثق بالتاني اذا ما كان قد الثقه. انت في شي مره طلعتي مش قد الثقه ساندرا؟ لا أكيد لا. إيه فإذا ما عندي سبب تبطل أوثق فيك. بعدين بليز ساندرا، مثل ما حكينا من قبل، تركيني أنا على راحتي ساعة اللي أنا بدي بخبرك، ما بقى تصر علي. بس روبي أنا خايفة عليك. أنت كتير تغيرتي وصايرة عم تعملي هيك الأشياء بدون ما تفكري بالعواقب. بالعكس، أنا طول عمري بفكر بكل شيء وبعد بفكر بكل شيء. Thank you.
ليش الحقد صوته قوي والحب مش مسموع؟ صفحات العمر بتنطوي عحروف مليان دموع. ليش الحقد صوته قوي والحب مش مسموع؟ صفحات العمر بتنطوي احرف مليان دموع. لما تصير الدنيا صور ابطال قلوب من حجر، لما تصير الدنيا صور ابطال قلوب من حجر. ما بيبالي الوفا مطرح، كل ما نداوي الجرح بيفتح. يا حب ما بتجرح، ما بيكفي القلب موجوع. ما بيبالي الوفا مطرح، كل ما نداوي الجرح بيفتح. يا حب ما بقى تجرح، ما بيكفي القلب موجوع.